هي مدينة أكادير، قوة الرياح عالية جدا كما كتشوف معنا، الأشجار تهتز بفعلها، قوة الرياح التي تعرفها العاصمة السوسية كما كتشوف معنا على قوة الرياح كتشوف فعليا ديال الرياح عاصفية وقوية جدا في اللحظات اللي خلت الأشجار أنها تهتز بفعل يعني هذه القوة الجامحة ديال الرياح التي تهب بشكل مفاجئ على عاصمة السوس مدينة أكادير، بعدما كانت المدينة تحتوي على أجواء هادئة وأجواء رائعة جدا، لكن سبحان الله انقلبت الأجواء كما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات، ربما يعني القوة ديال الرياح اللي كتطبق المدينة فجعلت الجو مكهرب جدا. متابعينا الأوفياء